بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. شعبنا في البحرين شعب الثورة والاتقاد، شعب النهوض والعمل في سبيل الله، الشعب الذي يتطلع للحرية والعدالة والدولة المستقلة بإذن الله. في ذكرى الاحتلال السعودي وفي العنوان الذي حددته القوى الثورية في البحرين، هذه القوة ذات البطولة والشهامة والفداء، حددته بأنه احتلالكم تحت أقدامنا. حقيقة هذا الاحتلال السعودي لم يأتي من فراغ، بل إنه جاء تصعيدا وإكمالا لارتهان القرار السياسي الذي قام به النظام الخليفي ووضعه بيد الأمريكان والإنجليز وأيضا بيد آل سعود. هذا الارتهان لم يكن أيضا هو رهين الوقت الحالي، وإنما كان قبل قرن ونصف حينما دخل آل سعود البحرين بحجة طرد العمانيين الذين غزوا البحرين وقاموا أيضا باحتلالها وارتهان الوضع السياسي فيها. واليوم أيضا، اليوم أسوأ مما سبق من أجداد آل خليفة، أنهم طلبوا آل سعود، طلبوا أن يأتون بقواتهم، ولكن ليست القضية قضية احتلال. هذا الاحتلال سواء كانت قوته 500 شخص أو أكثر من ذلك أو آلاف، هو أصلاً لم يعطي أي أثر في إيقاف عجلة الثورة أو إيقاف حركتها المتصاعدة، ولكن الخطورة هو في ارتهان القرار السياسي وجعل الحكم في البحرين بيد آل سعود، هؤلاء الذين يسيرون بعصبية جاهلية. ولا يعني ذلك أن آل خليفة هم أيضا بعيدين عن هذا الأمر، ولكن هم تعاونوا على الإثم والعدوان ضد شعبنا، حتى بات هذا الشعب اليوم يقع تحت القهر والقمع الخليفي والسعودي. وكل الأزمات التي في المنطقة قد وضع آل خليفة أيديهم باتجاه التوجه السعودي، سواء في ضرب اليمن وفي قتل هذا الشعب المؤمن أو ما يجري في البحرين أو في المنطقة، إنهم أصبحوا عملاء لآل سعود. هذه القضية نحن كشعب نرفضها، نحن نطالب بدولة حرة مستقلة وبحكم عادل شريف بيد الله سبحانه وتعالى، وبعون الله نحن نتحرك جميعا لإقامة هذه الدولة المباركة المتطلعة للأعلى وللتقدم وللحرية والشرف والكرامة في ظل